أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا حديث النصر لا يتوقف، ذكريات الأبطال ستظل راسخة ننقلها من جيل لجيل. يرويها لنا شهود عيان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، أبطال خلدهم التاريخ كرمهم واحتفى بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. نحن اليوم نستعرض بطولاتهم وإنجازاتهم. في هذه الفقرة حيكون معنا اثنين من أبطالنا في قوات الصاعقة اللي شاركوا في حرب العزة والكرامة. أيضا حيكون معنا زوجة أحد الأبطال اللي بالطبع كان ليها دور كبير في مساندة والوقوف أيضا بجوار زوجها البطل. حنعرف أكثر عن حكايات البطولة والعزة والكرامة بعد الترحيب بضيوفنا. معنا اللواء مصطفى سليمان رئيس استطلاع المجموعة 139 صاعقة أحد أبطال حرب أكتوبر. أهلا بيك يا سيادة اللواء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. وأهلا بيك سرى. الله يخليك. أهلا بحضرتك. ومعنا البطل أحمد إبراهيم البدري أحد أبطال طبعا حرب أكتوبر المجيدة وزوجته السيدة وهيبة مصطفى. أنا برحب بيكم. أهلا بيكم. أهلا بحضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر كلها طيبة بمناسبة هذه الذكرى العطرة، ذكرى نصر أكتوبر المجيد. سيادة اللواء، يعني نتكلم عن تكريم الرئيس ليكم بالأمس في الندوة التثقيفية 36. يعني كان إيه إحساسك وإنت بتتكرم والرئيس بيكرمكم وبيشيد ببطولاتكم وبيقول إنكم يعني أديتوا كل هذه البطولات بلا مقابل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا التكريم بتاع سيادة الرئيس الحقيقة كان لي وقع كبير علي أنا شخصيا، لأن في مدة طويلة مرت منذ الأحداث اللي احنا بنتكرم بسببها. والواقع والتأثير الآخر يعني علو وقيمة الشخصية اللي قائمة بتكريمنا. فالبعد الزمني والقيمة العالية للقائم بالتكريم وهو السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحقيقة خلوا إحساسي بالتكريم عالي جدا، وخلوه يعني أفكر فيه، يعني مع أني يعني أنه هو كان بالنسبة لي حقيقة يعني نقدر نقول يعني عظيم كبير ومبهر، وخلاني رجعت تاني السنين دي كلها وأتذكر أحداث كثيرة جدا وأقدر هذه الشخصية اللي قامت بتكريمنا في الوقت ده. ويعني أنا مش دلوقتي يعني جات في نفس الحالة إني أنا مش قادر أعبر الحقيقة من يعني نقدر نقول إيه عظم التكريم وعلوه وحاجة جميلة الحقيقة. تستاهلوا كده وأكتر من كده يا سيادة اللواء. احنا طبعا هنتكلم بتفصيل يعني عن بعض المعارك اللي انتوا خطوها، ولكن ارحب تاني ببطلنا أحمد إبراهيم البدري وزوجته السيدة وهيبة مصطفى. يعني انت بطل يا أستاذ أحمد وشاركت في هذه الحرب المجيدة وكمان أصبت. يعني قبل ما نتكلم عن هذا، أيضا إحساسك إيه بعد تكريم الرئيس لك؟ والله ده شعور عظيم جدا 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 من سيادة الرئيس، واحنا بنعتبر التكريم بتاع سيادة الرئيس ده تاج على رؤوسنا كلنا كمحاربين قدماء، ونعتز بيه. وزي ما قلت له بالامس يا سيادة الرئيس، انت لو طلبت المحاربين القدماء في اي وقت احنا تحت امر سعادتك ننضم للجيش المصري العظيم بتاعنا. جميل جميل جميل. سيدة وهيبة، كان ايه احساسك لما شفتي زوجك بيتكرم من الرئيس؟ انا مبسوطة وفرحانة باليوم ده، واغلى يوم عندنا وانسب يوم عندنا عيد النصر 6 اكتوبر، لان جوزي شارك بمهارة وبسالة وسيادة الرئيس كرمه احسن تكريم، والحمد لله وربنا يوفقه ويعلي مراتبه ويوفقه ويرجع على طريقه من نجاح لنجاح. يعني حسيتي بانك سعيده وفرحه؟ طبعا يعني سعيده البطل. وفرحه واحلى يوم مره في حياتنا. طبعا يوم جوزي برضو فرحت ليه برضو، وبالرغم من الاستشهاد حلو برضو ما فيش حاجه، وراضيين باللي حصل له وراضيين بقضاء ربنا علينا،
والحمد لله وربنا يعينه ويقويه ويوفقه في خطواته يا رب. طيب سيادة اللواء، يعني حضرتك كنت قائد استطلاع للمجموعة 139 صاعقة، لو نتكلم بشكل يعني أكثر تفصيلا عن معركة أبو عطوة، إزاي قامت الصاعقة المصرية يعني بأعمال قتال عظيمة جدا كان ليها اليد الطولة الحقيقة في اقتحام النقاط الحصينة؟ طبعا معركة أبو عطوة هي معركة شهيرة يعني بين قواتنا والدبابات الإسرائيلية اللي كانت عايزة تدخل الإسماعيلية. نعم اتفضل. الهيئة طبعا يعني أنا بحكم الوظيفة والمهمة وهو رئيس استطلاع المجموعة 139 صاعقة كنت يعني بعمل في هذه المنطقة من يوم 6 أكتوبر إلى 14 أكتوبر لأسباب أخرى ليس لها علاقة بأبو عطوة نهائي. وبعودتي للمجموعة اللي كانت موجودة مكانك هنا في على طريق الواحات في ذاك الوقت احتياط القيادة العامة، علمت من قائد المجموعة إن المجموعة تكلفت بمهمة تدمير دبابات للعدو عبرت القناة شرق غرب على غرب القناة. فقال لي أنت كنت في المنطقة وأنت رئيس الاستطلاع، مقترحك إيه؟ قلت له والله المنطقة دي كلها مزارع مانجو وفيها ناس وقرى وفيها من أهلنا اللي بيزرعوا الأرض، وإحنا أنا بعتقد إن العدو هيبقى غير محدد المكان ولا الحجم. عشان نقاتله مظبوط لازم نمره واحد. كان نصيحتي كدارس للاستطلاع، انا دوري هذا المهم يعني ده عملي، ان احنا نحدد مكانه ونقاتله جوه المنطقه الزراعيه، ما نقاتلوش خارج المنطقه الزراعيه لانها احنا يعني احنا بشر الصاعقه ما معاش دبابات والعدو بيعتمد على الدبابات، وهو فعلا احدث خسائر بلواء المظلات اللي كان قبلنا، ما هو كان في لواء مظلات قائم بالمهمة قبلنا. ف يعني اقترحت عليه وهو سيادته صدق، اداني 10 ضباط اسمهم 10 اتيام استطلاع بالقوه، كل طاقم منهم ضابط وصف ضابط وثلاثه جندي. وتحركت يوم تقريبا 19 اكتوبر من هنا من على طريق الواحات هذا، ورحت الى منطقه ابو عطوه. احنا عارفين طبعا ان الارض هناك برضو لمستمعك الكريم هي عبارة عن طرق ممتدة من الجنوب الى الشمال، ترعى رايحة السويس، سكة حديد رايحة السويس، القناة جاية من السويس رايحة بورسعيد. فكان تلقيني للمجموعة المجموعتين الاستطلاع، وكان معايا مساعدي المرحوم فتحي فوزي رئيس مساعد رئيس الاستطلاع، اني 5 مجموعات يتحركوا ظهرهم الى مدينه الاسماعيليه ووجههم في لمدينه السويس بين الترعه وقناه السويس. والخمسه الاخرى تحرك بين ترعه السويس والمنطقه الصحراويه. وقد حدث هذا يوم 15 تحركت المجموعات بعد 3 ساعات او اقل قليلا ابلغت احدى المجموعات باستشهاد قائدها المرحوم فتحي حسين حماد. و لما سالنا الرقيب قال ان اللي قام باطلاق النار على المؤذن فتحي بيرتدي جلباب، فاحنا على طول يعني تحسينا ان في ناس من القوات الاسرائيليه مندسين متخفيين متنكرين بين الناس. فبلغنا المعلومه دي فورا حسب النظام الموجود في القوات المسلحه. بنهايه اليوم كان قائد المجموعه اللواء اسامه وصل بالكتيبتين، كتيبة 133 والكتيبة 223، وكل منهم تحركت خلف الخمس أطقم بتاعتها. ودخلنا إلى غيط المانجو وبدأ الاصطدام بالعدو. طيب هنتكلم عن الاصطدام، لكن بعد ما اسال ايضا بطلنا احمد البدري، يعني انت اصبت يعني برصاصه في رقبتك، يعني اصابتك يمكن بعدم الكلام لمده سنه، ازاي الاصابه دي حصلت؟ احنا بعد ما دمرنا الدبابات جالنا معلومات من استطلاع الكتيبة ومن المدنيين الملازمين لنا المواليين لنا، تحركنا بان في كوماندو اسرائيلي متجه من عزبة فرج الى عزبة العمدة وهيعبر من على كبر عزبة العمدة اللي موجود على مصرف المحسمة حضرتك. طبعا تحركنا، كنا مقسمين الى مجموعات قتال، كان معانا سياده الملازم
طارق محسن متولي، وكنت انا كنت كرقيب فصيله، وكان معانا الله يرحمهم بقى الاثنين الشهيد فاروق عبد الفتاح السيد والشهيد علي الاسوان. تحركنا اتجاه الكوبري، اخذنا موقع متخفي، كالتدريبات طبعا تدريبات الصاعقه اللي كنا واخدين عليها، اخذنا موقع متخفي لحين عبور بدات سبع افراد مفرزه استطلاع للعدو معدين الكوبري، واحنا كنا واخدين اماكننا متخفيين، جم في موقع النيران بتاعتنا اطلقنا عليهم النيران اردناهم قتله، فوجئنا بان في مجموعه وراهم تاني. احنا قاعدين بنتكلم مع بعض ومبسوطين طبعا ان احنا يعني حققتوا يعني نصر. طبعا بصينا فوجئنا لاقين وابل من النيران مدفع نص بوصه، هونات عوزي اللي هو الالي بتاعهم وابل من النيران جاي علينا. انا اخذت رصاصه جات من الاتجاه اليمين، اللي جات اتجاه اليسار نفذت جات، فالله يرحمه كان بيني وبينه ما فيش يعني مسافه متر، الله يرحمه الشهيد فاروق عبد الفتاح السيد جات في دماغه الرصاصه، استشهد العريف البطل فاروق عبد الفتاح السيد. طبعا انا بعد اصابتي وارضيت ارضا يعني في غيبوبه تامه، لان نزفت نزف دم يعني كتير، بعد ما فقت بصيت يعني شمال يميني لقيت الله يرحمه الشهيد البطل العريف فاروق عبد الفتاح استشهد جنب مني، الله يرحمه الشهيد البطل الجندي علي الاسواني استشهد، طبعا استشهد جنب سياده الملازم طارق محسن متولي. طبعا لقى الثلاثه يعني ضربه في رقبتي ودول مستشهدين، بدا طبعا يتحرك للخلف يعني يشوف مجموعه ثانيه يشترك معاه. انا بعد ما فقت بدات اتحرك يعني امشي ست خطوات اقعد ادوخ اقعد ادوخ ادوخ لحد ما وصلت قرب بيت في عزبه الصحاره. الله يرحمه الحاج عبد الحميد العايدي صاحب البيت بيبص من الشباك، فقمت انا رافع ايدي كده يعني ايه يعني تعالى ما انا تعالى مش قادر. لقيته بعد خمس دقايق لقيته جايب اخوه الله يرحمه برضه توفى، الحاج عبد الرحمن العايدي وابنه الحاج عيد العايدي، وجم يمتي اتجهوا يمتي، قالوا لا ده مصري، شالوني دخلوني بيت الحاج عبد الحميد يعني اللي كان يبعد بيني وبينه مسافه 20 متر. ما هي دي الجبهه الداخليه بقى اللي كانت يعني متحده تماما مع قواتنا المسلحه. طيب ست وهيبه، يعني لما حصلت الاصابه لزوجك ما كنتوش لسه تزوجتوا، كنتوا مخطوبين. لكن هذه الاصابه ما منعتكيش من انك انت تقولي لا مش هنتمم هذا الزواج. لا ده ابن عمي من ناحيه، وبعدين ده شرف ليا ان هو انصاب، ولو حتى توفى شرف بقى يصرفنا في الدفاع عن بلده. يعني قلتي حتى لو مصاب لكن انا يعني هكمل في الزواج. طبعا. طبعا هو انا اتخلى، هو انا يعني ما فيش حاجه خالص ولالات اصل يعني مثلا لا طبعا ده انتوا الاصل كله. الله يخليك. وبعدين هو كمان مش غريب مني، ده ابن عمي كمان. فاحنا فخورين بيه وفخورين باللي عمله، والحمد لله وربنا يوفقهم ويوفق رئيس البلد. الحقيقه مش لوحدك اللي فخوره بيه، احنا كلنا يعني فخورين بكل اللي انتم بتعملوه يا سياده اللواء. طيب يعني تقول ايه عن هذه الحرب بعد 49 سنه على انتهائها؟ الحقيقه يعني هي يعني مصر طبعا احنا لما نقارن عمر الدوله بعمر مواطنيها، فالدوله بتتعرض في مسيرتها بين دول العالم الى ايام صعبه وايام جميله. الحرب كانت الاعداد لها كان صعب، انما يعني ممارستها والدخول فيها كان
احتياج للشعب المصري كله، يعني ليس الجنود وليس الضباط، ولكن الشعب المصري كان لديه رغبة أن نقاتل لا محالة. وأنا بقول كده لأن أنا حاسس بهذا يعني. يعني كان حتى أهلي لما يقابلوني أو نيجي يا ابني أنتوا هتحاربوا إمتى؟ الحرب دي كانت مرحلة أنا بعتقد إنها لازم الشعب المصري يعيد تقييمها ويبتدي منها يعلم أن الحياة في مصر هي معارك متتالية. أيوة. بعضها صناعي وبعضها زراعي وبعضها اجتماعي. المعركة مش بس معركة حربية. لا 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 لا. وأنا بعتقد برضو أني أنا دلوقتي من المعارك اللي لازم من الشعب المصري يهتم بيها المعارك للتأثير على الإرادة. يعني إحنا زمان كمصريين كنا بنحب مصر وما فيش تأثير على هذا الموضوع. النهاردة الميديا العالمية أو ما يسمى بالميديا العالمية أو ما نشاهده من التقدم العلمي اللي في العالم أصبح بيغير من إرادة الناس ومشاعرهم. وده بعتبره خطر كبير جدا ومسؤولية إنه لازم نقاوم هذا الخطر، لأنه ده هو اللي هيخلينا نؤدي المهمة بجسارة أكتر. أيوه أيوه. ولازم يعني الناحية التعليمية، الناحية الدينية مسيحية وإسلامية، الناحية المجتمعية لازم تخلي بالها من إن هذا الموضوع ياخد عناية، اللي هو إيه؟ كيف نحصن إرادة الشعب من المدخلات، وهي دي بسيطة جدا ولكن يجب أن تمارس وتبدأ من الطفولة وتستمر مع الناس. الحقيقة أنها رسالة مهمة جدا يا سيادة اللواء. أصل المعارك زي ما حضرتك ذكرت وكلنا نعرف ما بتنتهيش، هي بس بتتغير. لكن طول الوقت إحنا في معركة بناء وتنمية، وهو ده اللي لازم يخلينا نقف ورا البلد ونكون إيد واحدة ضد كل هذه الشائعات والأكاذيب اللي حضرتك بتتحدث عنها. أنا بشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وحضراتكم طيبين، مصر كلها طيبة. يعني حرب أكتوبر المجيدة ما زالت راسخة في أذهاننا وحتفضل على طول بفضلكم وبفضل البطولات اللي أنتوا عملتوها خلال هذه الحرب. شكرا ليك اللواء مصطفى سليمان، رئيس استطلاع المجموعة 139 صعقة. وأنا بشكرك البطل أحمد إبراهيم البدري، أحد أبطال حرب أكتوبر، والسيدة وهيبة، بشكرك شكرا جزيلا. بتمنى لكم دايما كل الصحة ودوام التوفيق. شكرا لكم مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، ولكن المزيد من أبطالنا في حرب أكتوبر هيكونوا معاكم في الفقرة القادمة مع ريهام السهلي.